السلام عليكم. النهاردة هنبدأ موضوع جديد، وهو موضوع الدرماتوميوسايتس، وبشكل عام الكونكتيف تيشو ديسوردرز من الحاجات المهمة جدا للإكزام وأكيد في الكلينيكال براكتس. يمكن موضوع الدرماتوميوسايتس من المواضيع اللطيفة في قرايتها ومذاكرتها حجما، والكلام فيها أبسط بكتير من حاجة زي اللوبوس. فهنبدأ الأول بالدرماتوميوسايتس، وبعدين هناخد باقي الكونكتيف تيشو ديسوردرز في المحاضرات اللي بعد كده إن شاء الله. أعتقد إن أغلبنا عنده باك جراوند كويسة جدا عن الدرماتوميوسايتس، فأنا هبدأ معاكم بعشر أسئلة من الـMCQs، واعتمادا على الباك جراوند الموجودة عندنا، سواء حد قاري فينا أو معلومات قديمة أو مريتوا بحالة درماتوميوسايتس. الأسئلة الخاصة بالـMCQs مهمة جدا إن احنا نتمرن عليها. أغلب الجامعات أعتقد بيبقى ده جزء من الامتحان، وحقيقي ساعات بيبقى الطريقة اللي بيجي بيها سؤال الـMCQ بتكون مشكلة لبعضنا، فدايما ان احنا نحاول نتمرن على شكل الامتحان او شكل السؤال بيبقى مهم جدا. فهعرض عليكم دلوقتي 10 أسئلة، وياريت لو ورقة وقلم صغيرين كده، وحاول تجاوب مع نفسك، محدش عارف انت هتجاوب ايه ولا حد شايف. وفي اخر جزء بالمحاضرة هعرض لكم تاني 10 أسئلة، ولو استفدنا شيء من المحاضرة المفروض ان السكور بتاعك في بداية المحاضرة ونهايتها يكون في فرق للأحسن ان شاء الله. فخلينا نشوف اول سؤال: يا ترى ايه هو the most commonly affected internal organ with dermatomyositis؟ All the following are myositis specific antibodies except. يا ترى هتختاروا ايه؟ The most common cancer associated with dermatomyositis. إيه أكتر كانسر أخاف منه إنه فعلا يكون موجود مع الدرماتوميوسايتس؟ Anti-MDA5 positive dermatomyositis. اسم غريب شوية. Is associated with ايه من اللي احنا شايفينه؟ The most common cause of drug-induced dermatomyositis. ايه اكتر دواء مشهور انه can induce dermatomyositis؟ Juvenile dermatomyositis is not associated with. ايه الحاجة اللي غالبا مش هلاقيها مع حالة juvenile dermatomyositis؟ The first line to treat a case of dermatomyositis. ايه اول حاجة ابدأ بيها في علاج حالة dermatomyositis؟ A definitive diagnosis of dermatomyositis requires which of the following. دي الدياجنوستيك كريتيريا اللي هنتكلم عليها بعد كده عشان اشخص حالة dermatomyositis. A definite diagnosis محتاج مين من الكريتيريا اللي قدامنا دي؟
The following are characteristic signs with dermatomyositis. Except كل signs دي ممكن أشوفها ما عدا which one؟ The histopathological skin changes in dermatomyositis commonly show the following except A مش هتلاقيه تحت الميكروسكوب في حالة dermatomyositis لو واخد skin biopsy. بكده يكونوا خلصوا العشر أسئلة. ياريت نكون حاولنا على الأقل نفكر في الإجابات ونشوف أثناء الأجزاء الخاصة بالمحاضرة الإجابات هتيجي وهتعدي علينا واحدة ورا التانية. ببساطة جدا المرض عندنا بيوضح two main components of dermatomyositis. عندي derm ومايوسايتس، عندي حاجة في السكن أو changes هتحصل في السكن، كمان في muscle affection. وغالبا السكليتال muscle هي اللي بتبقى predominantly involved، واحد من الautoimmune disorders وبيدخل ضمن مجموعة أكبر من الidiopathic inflammatory myopathies. في كاتيجوري كبيرة جدا اسمها idiopathic inflammatory myopathies أساسا بيكون فيها muscle affection. اللي يهمنا احنا بتوع الديرم الجزء اللي فيه muscle زائد skin، يعني اللي فيه derm زائد myocytes. ليه؟ لو جينا بصينا على الidiopathic inflammatory myopathies هلاقي أول حاجة هي الdermatomyositis والباقي بعد كده بيبقى المشكلة على مستوى المصل من غير وجود skin manifestations، فأنا الحالات دي مش هشوفها أو مش هتبقى تخصني. لكن الدرماتوميوسايتس قد إيه فيها varieties كتيرة جدا وفيها subtypes، وده غالبا من الحالات اللي هتيجي أكتر لعيادة الجلدية. ف In general بنقسم الدرماتوميوسايتس إلى adult onset and juvenile onset، وفي كل type منهم أو في كل age منهم بيكون في classic presentation وفي other presentations. هنبدأ أثناء المحاضرة نتكلم عن كل subtype منهم وإيه الـ characteristic features وإيه الفرق ما بين الـ adult onset والـ juvenile onset، ليه فصلناهم عن بعض، وإيه اللي ممكن ألاقيه أكتر في الأدلت كيسز وإيه اللي أتوقع وجوده أكتر مع الجوفينايل، وده بيبقى سؤال مهم جدا للتفرقة ما بين the adult onset and the juvenile onset dermatomyositis. للأسف الباثوجينيسيس للدرماتوميوسايتس exactly مش معروف، لكن in general هو immune mediated. ليه؟ هنلاقي كمان شوية بيحطلنا مجموعة من الفاكتس اللي بنلاقيها مع حالات الدرماتوميوسايتس اللي دايما بترجح وجود immune process، لكن exactly ايه اللي بيحصل لحد النهاردة للأسف مش معروف. في مجموعة كبيرة من التريجرز زي ما احنا شايفين في الفيجر اللطيف ده ممكن تكون من الحاجات اللي predisposing في حد عنده genetic background ان يبدأ يظهر المانيفستيشنز الخاصة بالدرماتوميوسايتس على مستوى السكين والمسلز. تريجرينج فاكتورز كتيرة برضو كلام لحد كبير بيتكرر في اغلب الكونكتيف تيشو ديس اوردرز زي دور الالترا فايلوت والسموكينج والالكول كونسومشن، بعض الانفكشنز، بعض الميديكيشنز، في حد او في بيشنت عنده جينيتيك background بتسهل ان يحصل في الاخر الباثولوجي الخاص بالدرماتوميوسايتس. فالباثوجينيسيس مش هنلاقي فيه كلام حقيقي يفيدنا كتير، هتلاقوا كلام كتير جدا لكن ما فيش حاجة دافنت لحد النهاردة.
في مجموعة من ال HLA types بتبقى associated أكتر مع ال dermatomyositis، وفي مجموعة من ال immune abnormalities يمكن أشهرها ال humoral immunity ودور ال antibodies في تشخيص حالات ال dermatomyositis، وده هنتكلم عليه بالتفصيل، ده مهم جدا. تاني حاجة من الحاجات اللي بترجح إنها immune mediated the association with other autoimmune disorders، وده مهم جدا بشكل عام في كل ال immune disorders، إن أنا أدور على ال other associations. بعض ال drugs مشهورة جدا إنها can induce a specific type of dermatomyositis، أهمهم الهيدروكسيوريا، وهنتكلم على النوع ده بالتفصيل. آخر حاجة مهمة جدا دور المالجنانسي أو الاسوشيتد تيومرز اللي ممكن تكون موجودة في حالات الدرماتوميوسايتس، وازاي تو اكسكلود، وايه هي الكومن تيومرز، وده هنتكلم عليه بالتفصيل. للأسف زي حال كل الاميون ديسوردرز أو أغلبهم، الفيميلز حظهم تعس جدا، وهم تقريبا اللي بنشوف فيهم المشكلة دي أكتر حاجة. ميل تو فيميل 1 to 2 بيرس، يعني البرسنتج 1 لـ2، طبعا نادرا ما بنشوف ميلز لكن بيحصل، وغالبا بتبدأ المشكلة في الأدلت لايف في بدايات الخمسينات. ما تنسوش ان احنا قلنا ان عند جوفينايل، لكن غالبا هيكون البيشن بتاعك ادلت. بيحصل في الاطفال، ايوه بيحصل وشفناها وهنشوف كيسز، لكن غالبا اللي هتشوفوه اكتر هيبقى من الادلت اونست. ليه الجلد مهم جدا في تشخيص حالات الدرماتوميوسايتس؟ حقيقي السكين مانيفيستيشنز ممكن قوي تكون هي البدايه قبل ما يظهر خالص الماسل ويكنس او الميوباثي اللي بيحصل في الديزيز. واكتر مكان بيبدا فيه السكين ليجنز هو الفيس، فذي فيشيال راش فيري امبورتنت ان دايجنوزينج درماتوميوسايتس. وهقول لكم كده من البدايه، dermatomyositis هتلاقي اغلب المانيفيستيشنز موجوده في الهيد اند ذا هاندز، هيد اند هاندز اغلب الساينز اللي هتدور عليها. لو عملت اكزامينيشن للمنطقتين دول هتلاقي جزء كبير منها. طبعا عشان اقول dermatomyositis بالاضافه لوجود السكن فيتشرز، لازم يكون عندي الماسل ويكنس. نيجي بقى نشوف اول حاجه دي skin and muscle signs، وهنبدا طبعا بالskin signs. عندي lesions كتيره جدا وchanges كتيره جدا ممكن تحصل، في حاجات منها typical وcommon، وفي حاجات مش هنشوفها كتير لكن بعضهم بيبقوا very characteristic ولازم نبقى عارفينهم. اول حاجه في التيبيكال ساينز هي ذا فيشال راش، وقلنا انه مهم جدا وغالبا هو بيكون البدايه. ايليد ايريثيما اند اديما، في نيل فولد تشينجز حاجه مشهوره وانتم عارفينها كويس جدا اسمها جوترونز بابيولز، وكمان عندي تشينجز ممكن تحصل في الهير بالاضافه للنيل، والسكين ليجنز بتتميز انها فيري ايتشي، ودي كاركتر مهمة جدا مع الدرماتوميوسايتس، يمكن مش بنشوفها في حاجة زي اللوبس. less common cutaneous signs زي حاجة اسمها flagellate erythema، زي الvasculopathic ulcers، mechanics hand، poikiloderm and cutaneous calcinosis. كل واحدة من دول هنتكلم عليهم بالتفصيل. يبقى in general أنا لازم أبقى عارف إني في عندي typical or common cutaneous manifestations وفي less common manifestations، لكن حقيقي في بعضهم very characteristic وليهم significance clinically بالنسبة للـ patient. هنشوف أول حاجة، اتفقنا إن أنا أعمل examination للـ face أو منطقة الهيد على بعضها
والهاندز ده جزء كبير جدا من الساينز هنلاقيها موجودة في التو ارياز دول. اول حاجة بتحصل في الفيس ان في اريثيما، وغالبا بتكون ديفيوز اريثيما. بيبقى مميز ليها ان في اكستنشن للاريثيما دي from the face to the neck and upper chest. ساعات الاريثيما ما تبقاش ديفيوز وتاخد ديستريبيوشن شبيه جدا باللوبس، تاخد المالر اريا، وده يبقى اول ديفرنشال دايجنوزس انها ممكن تكون لوبس ولا درماتوميوسايتس. لكن الاكتر واللي هنشوفه فعلا اكتر ان الاريثيما اللي موجوده في الفيس تبقى مور ديفيوز، مش بس عند المالر اريا. زي ما احنا شايفين very characteristic ان الاريثيما مش بس تاخد الفيس، تبدا كمان to extend to the neck and the upper chest. كمان ساعات الاريثيما دي ما يبقاش بس مجرد redness، معاها كمان يظهر scales وبتتلخبط، تدخل كمان كديفرنشال معاها السيبريك دراماتايتس. زي ما احنا شايفين في البيشنت هنا في سكيلي اريثيما موجوده عند الاي براوز، وموجوده في النيزوليبيال واراوند ذا ماوث، شكل قريب جدا من السيبريك دراماتايتس. ده بيصعب علينا الدايجنوزس وبيضيف علينا ديفرنشال كمان. يعني الاريثيما الكاركتر الاساسيه ليها انها تبقى ديفيوز نون سكيلي، ممكن تبقى لوكالايز تاخد المالر اريا وتبقى لوبس لايك، وممكن تبقى سكيلي وتبقى سيبوريك ديرماتايتس لايك. من الحاجات المميزه جدا ودايما كلنا بنبقى عارفينها اللون بتاع الاريثيما في الدرماتوميوسايتس، بياخدوا اللون البيربل او الهيليوتروب الهيليوتروب اريثيما. اللون اللي لا او زي ما تحبوا تسموه هو اللون اللي احنا شايفينه ده. طبعا الفيميلز شاطرين جدا في الالوان والاشكال، الميلز يمكن شوية، لكن مضطرين كلنا ان احنا نحاول نفرق الالوان قد ما نقدر. بس للأسف اللون ده مش هنشوفه بسهولة، هنعرف كمان شوية. لو بدأنا نركز بقى على أجزاء الفيس، المنطقة of the periorbital skin مهمة جدا، the eyelid skin، في مجموعة من الباثوجنومونيك signs. أول حاجة the heliotrope sign كلنا بنبقى عارفينها. اللون الهيليوتروب ده لون مميز لأحد أنواع عباد الشمس اللي احنا شفناها في سلايد قبل كده، زهرة من عباد الشمس لونها بيبقى بيربل. وللأسف اللون ده أنا مش هشوفه ليه أو ما بشوفوش بسهولة على الأقل في العيانين بتوعي المصريين، لأنه محتاج يكون عندي fair skin عشان أقدر أشوف درجة اللون الجميلة قوي دي. فمش من السهل ان انا اشوف اللون البيربل على الاقل in my patients، لكن it's a very characteristic sign. كمان the eyelid skin غير الاريثيما بيحصل فيها اديما، وده يدخلنا في differential مهم جدا، ايه الحاجات التانية اللي ممكن تعمل لنا periorbital اديما. عندنا مشاكل تانية ممكن في السكين او systemic، ياريت نفكر فيها ايه الاسباب اللي ممكن تعمل لنا periorbital اديما في الايليد سكين. ايه اهمية الاي examination او ان انا ابص كويس على عين البيشن؟ ان الاي ليد انفولفمنت ريفلكتس ذا مايوسايتس اكتيفيتي. كل ما هتشوف الساينز اوضح في منطقة الperiorbital او في الايليد سكين، الاريثيما قوية، في إديمة قوية، ده بيدي ريفليكشن كده كلينيكالي بس كده من غير ما نعمل أي investigations إن غالبا هنا في active myositis. شايفين قد إيه على الناحية left في إريثيما قوية جدا، في eyelid skin إديمة في lower eyelid رهيبة جدا.
على الرايت سايد الاريثيما، مش بس الاريثيما ده، معاها كمان سكيلنس عامله زي السيبوريك درماتايتس او اليرجيك كونتك درماتايتس، حقيقي تلخبط. لو ركزنا كمان شويه هنلاقي في اديما. طيب ما هي كل الحاجات دي ممكن تعمل لنا برضو شويه اديما، فده differential diagnosis we have to consider. Again the heliotrope rash، وده مهم جدا في ال diagnosis of dermatomyositis سواء كان في الأدلت أو في الجوفينايل تايب. اتفقنا احنا عندي في منطقة الهد حاجات كتير. أول حاجة اتكلمنا على الفيس in general، إن في إريثيما، المنطقة surrounding the eye، the eyelid skin، في مجموعة من ال changes مهمة. باقي عندي إني أدور في السكالب. برضو لو بصينا في الصورة هنلاقي إن في سكالب إريثيما، وممكن كمان يكون في scaleness و hair loss، لكن من حسن الحظ إن الدرماتوميوسايتس ما بتعمليش cicatricial alopecia. لو تفتكروا اللوبوس عندي احتمال ان ممكن يعمل نون سكارينج اند سكارينج الوبيشيا، في الدرماتوميوسايتس مش خايف ان يحصل معايا سيكاتريشال الوبيشيا، ودي على الاقل حاجه كويسه في الدرماتوميوسايتس. شايفين قد ايه في هير لوس فظيع جدا، لكن ده كله في الاخر نون سكارينج، وبيبدا يحصل له كوريكشن لما ندي العيانه التريتمنت الخاص بالدرماتوميوسايتس. واضح جدا برضو عندنا في نفس الفيجر الايليد ايديما اند اريثيما، لور ايليد فيها عندنا prominent swelling موجود في الايليد سكين. ايه تاني عندي في السكين ممكن يحصل؟ اتفقنا ان الاريثيما الفيشل اريثيما كمان ممكن الاقيها extending to the neck and the upper chest. مش كده وبس، ده مميز جدا ان انا الاقيها في ال V neck area، بنسميها ال V sign، وكمان في الباك او عند ال upper back بلاقيها موجودة. نفس ال macular اريثيما دي موجودة عند الشولدرز ونسميها الشال ساين. لو الكيسز لونج ستاندينج كمان بيتحول من مجرد اريثيما الى بويكيلوديرما، يعني يبدأ يحصل فيها هايبو اند هايبر بيجمنتيشن، اتروفي اوف ذا سكين، وكمان هشوف تلانجكتيجن. فده في لونج ستاندينج كيسز. الأبر باك نفس الكلام، دي كلها يبقى عندي في من قدام من الانتيريور ترانك أبر شاست هلاقي الفي ناك ساين، على الباك في الأبر باك هلاقي شاول ساين، وعبارة عن ماكيولر إريثيما. كده احنا تقريبا خلصنا منطقة الهاد، ونزلنا كمان شوية على الأبر ترانك من قدام ومن الباك. اتفقنا عندي مكانين مهمين جدا وانا بفحص او بقيم حالة for the possibility of dermatomyositis، head and hands. هنبدأ نشوف الساينز اللي ممكن الاقيها في الهاند. مشهورة جدا وكلكم عارفينها هي الجاترونز بابيولز والجاترونز ساين. جاترونز بابيول شبيهة قوي قوي باللايكن، يعني ممكن اقول اقرب حاجة ليها حقيقي هي لايكينويد بابيولز او وورتي بابيولز، بلين وورت لايك. موجودة في كاركترستيك ديستريبيوشن، مش موجودة في الهاند في أي مكان كده، لا ده هي بتبقى عندها سايت اوف بريدليكشن للجوينتس على الدورسم اوف ذا هاند، دي ديستال اند بروكسيمال انترفالانجيال جوينتس زائد الميتاكاربو فالانجيال جوينتس. فلات توب بابيولز وصف كلاسيك جدا لحاجه زي اللايكن او البلين ووردز، لكن لونها بيبقى مميز اللون الفيوليشيس اكتر من انه يكون ريد. هل الجوترونز بابيولز دي هنشوف ليها فيجرز دلوقتي، هل هي جاست بتحصل في الهان؟ الحقيقه لا، لكن ده ذا موست كومن سايت، ودي اول مكان ما بتفحص البيشنت بتبدا تدور فيه، لكن الحقيقه انها ممكن تحصل في اماكن تانية بعيده عن كده خالص. ممكن تحصل عند الالبوز والنيز
ودي مشكلة لأنها هتدخلني في ديفرنشال جديد، هتدخلني في أشهر حاجة بتحصل عند الألبس والنيز، أشهر ليجن بتلاقيه زي السورياسيس. هنشوف كمان الفيجرز ليها قد ايه هي في اوفرلاب مع السورياسيس. ده الكلاسيك جوترونز بابيولز. احيانا بقى يحصل العكس، وانتوا عارفين ان احنا عندنا في الديرما دايما عندنا كلاسيك بريزنتيشن، وسام تايمز ممكن تلاقي العكس خالص. ممكن يحصل، تعودنا احنا على القصص دي في اي مرض بنذكره. الجوترون انا قلت لكم ده هي كلاسيك، بتاخد الدورسوم اوف ذا هاند عند الجوينتس دي اي بيز بي اي بيز والميتاكاربوفالانجيال جوينتس. لو عايز تدور كمان اكتر من كده على حاجات رير، ده هي كمان ممكن تيجي في عكس كده خالص، ممكن تيجي في البالمر سيرفيس، تعكس مكانها، بدل ما تيجي في الدورسوم تيجي في البالم، ماشيه برضو مع الكريسز اوفرلاينج ذا جوينتس، بس كده عكست خالص، فبنسميها انفيرس جوترونز بابيولز. ودي هنشوفها حقيقي لما تشوف الصور هتلاقوها شبه حاجه زي الووردز. ده مش كده وبس، ده الجوترون دي ممكن تيجي في شكل لينير. خلينا نشوف احسن الفيجرز. علشان كده في فرايتيز و الكلينيكال بريزنتيشن مش دايما بيجي الكلاسيك اللي احنا نقدر نحلف عليه واحنا واقفين، يعني زي اول فيجر اي يمكن مش باين قوي ان الليجنز بابيولر، يمكن اريثيما اكتر، ودي الجوترونز ساين. لو بصينا على الفيجر بي حقيقي قريبه جدا من البلين وورد، لكن خلي بالك هو يعني البلين وورد ده مش حريف قوي كده لدرجه ان هو يجي عند الجوينتس، بس احنا لو ركزنا هنلاقي ان هي فعلا بلين وورد لايك ليجنز فلات توب بابيولز، لكن الديستريبيوشن بتاعها كاركترستيك جدا، من الصعب قوي ان الوورد ينشن على الجوينتس، فهي ديفرنشال منطقي، لكن في عندي على الاقل حاجه ترجح اكتر انها ما تكونش ووردز حقيقي، لكن وورد لايك. سي هتلاقي ان الليجنز بقت مور لينير، ان البابيولز بتاعت الجوترون موجودة حقيقي على الجوينتس انترفالانجيال اند ميتاكاربوفالانجيال، لكن كمان كل الديجيت متغطي بيه لينير اريثيما، واخدة شكل مور اوف لينير باترن او ستريكي. كل واحد من الفيجرز دول مختلف شكلا عن التاني، لكن كلهم في الاخر جوترونز بابيولز. اجين على الرايت سايد هتلاقي الكلاسيك فيوليشس فلات توب بابيولز موجوده على الانترفالانجيال والميتاكاربوفالانجيال. على الليفت سايد هنلاقي شويه ان الليجنز مور اريثيميتس اند مور فلات اند واخده لينير ديستريبيوشن. الاثنين احنا بنتكلم في الجوترون، دي الحاله بتاعتنا. اكيد باين جدا زي عند الميتاكاربوفالانجيال جوينتس ان البابيولار ليجنز دي الفيوليشس بابيولز موجوده بشكل كاركترستيك عند الميتاكاربوفالانجيال، لكن في الليفت سايد هتلاقي انها مور كونتينوس لينير ستريكي باترن اوفرلاينج ذا دورسم اوف ذا هاندز. شفتوا الجوترون عند الالبوز والنيز شكلها قريب جدا من السرايس، especially figure C، لأن كمان ظاهر عليها scales، فده حقيقي لو هي بس موجودة هنا هيبقى صعب إن احنا to diagnose إن دي gutrons sign، لكن أحيانا يكون موجودة ومعاها كمان الهاند، وده فعلا في حالات احنا شفناها، فبيبقى لطيف جدا إنك تلاقي الـ signs دي كلها موجودة في البيشنت، لكن لو كانت لوحدها اكيد ده هيبقى ديفرنشال اول حاجه مع السورياسيس. شايفين الجوترون ساين جوترونز بابيول، يعني حقيقي صعب ان انا اقول منها ان دي جوترونز، لكن خلي بالك الفيس في اريثيما، واكيد في other manifestations we have to search for other manifestations. اتفقنا ان الجوترون ممكن تيجي عكس خالص مكانها الطبيعي على الدورسال، وتيجي في البالمر سيرفيس عن الكريسز اوف ذا هاند، قريبه جدا من الوورت،
حقيقي انا لو مش في دماغي حاجة زي كده وبدور على other signs موجودة عند البيشنت ممكن تتلخبط جدا مع الورد. كمان عندي في الهاندي بقى اول حاجة هي الجوترونز بابيولز والجوترونز ساين الالسرز، ودي مميزة جدا، ويمكن بنشوف الالسرز دي اكتر في حالات السكليرودرما، لكن الدرماتوميوسايتس برضو بيحصل معاها نوع من الالسرز اسمها فاسكيلوباثيك ألسرز بانشت اوت، وهنشوف صورة بعد كده حقيقي باين فيها البانشت اوت زي ما يكون متاخد ببانش او بحاجة زي الخرامة اللي بنخرم بيها الورق. ومميز جدا لوجوده على الفينجرز اند دورسال اسبيكت اوف ذا هاندز، فعلشان كده ده واحد من المانيفستيشنز اللي وارد اشوفها في حالات الدرماتوميوسايتس. حقيقي مش في اي حاله من حالات الدرماتوميوسايتس، في خاصه مع الناس اللي عندهم this antibody دي انتي ام ام دي اي 5 antibody، وهنعرف حكايه الانتي بودي ده بالتفصيل لما ناخد الجزء الخاص بالانفستيجيشنز. خلينا نشوف الفيجر قد ايه باين the punched out ulcers at the dorsum of the hands، مش حاجة هنشوفها كتير لكن بتحصل مع specific type من الدرماتوميوسايتس مع specific antibody اللي هو the anti MDA5. لسه بنقول انا درماتوميوسايتس هدور في الهيد على الساينز وهدور في الهاند. في الهاند عندي ايه كمان ممكن الاقي؟ ممكن الاقي حاجة مشهورة خالص اسمها ميكانيكس هاندز، زي الناس اللي بيشتغلوا في الورش واللي بيتعاملوا باعمال يدوية زي الميكانيكي، واللي بنلاقي فيهم شكل الهايبر كيراتوزيس الرهيب مع الاوكيوبيشنال كونتاكت. هايبر كيراتوزيس عادي خالص لوحده حقيقي مش هقدر ان انا اشخص بيه درماتوميوسايتس، لكن اذا عندي حالة ولقيت فيها دي فدي جزء من الديزيز، مش حاجة بعيدة خالص، هي في نفس السيناريو. هايبر كيراتوزيس فيري كومن ان انا الاقيه على الهاندز، او كمان ممكن يحصل في الفيت، وده مميز لوجود انتي بودي دي انتي سينستيز وسندروم تانية اسمها دي انتي سينستيز سيندروم، هنعرف القصة بتاعتها كمان شوية. لسه في عندي ساينز موجودة في الهاند، باقي ايه؟ باقي النيل، باقي اني ابص على النيل و the skin surrounding the nail او the nail fold. مميز جدا وجود التلانجكتيزا، والتلانجكتيزا دي مش بس بتحصل حقيقي مع درماتوميوسايتس، لا احنا بنلاقي النيل فولد تلانجكتيزا دي موجودة او dilated capillaries تقريبا في كل الكونكتيف تيشو disorders، لكن موجوده معانا، يعني ما هياش حاجه سبيسيفيك ممكن الاقيها حقيقي هي لوحدها، ما اقدرش اقول درماتوميوسايتس، لكن هي جزء من المانيفستيشنز اللي ممكن تحصل مع حالات الدرماتوميوسايتس. مش دايما محتاج ان انا امسك درموسكوب او عدسه اشوفها، زي الصوره اللي احنا شايفينها very prominent dilated visible capillaries موجودة في ال proximal nail fold. طيب كمان ال nail fold بيبقى dystrophic وال cuticles بتحصل فيها dystrophy وتبقى متاكلة إلى حد كبير، هنشوف صور كويسة ليها زي ما احنا شايفين ال dystrophic cuticles وال very prominent dilated capillaries في ال periangual skin. هل دي بتحصل بس مع الدرماتوميوسايتس؟ الحقيقة لا، لكن واحدة من السكين مانيفستيشنز اللي ممكن ألاقيها. دي الحالة بتاعتنا من غير أي تكبير بدرماسكوب أو بماجنيفاينج لينز، أنت قادر تشوف الكيوتيكل اللي بيحصل فيه داستروفي والدايليتد كابيلاريز باينة بسهولة. تمام، اتفقنا ان في عندي less common manifestations بتحصل في السكين، لكن حقيقي في كم واحدة فيهم كده characteristic وموضع سؤال، زي ايه؟ زي الflagellate erythema، مش هتسمع عنها كتير لكنها very characteristic. Flagellate erythema عبارة عن macular erythema بس واخدة distribution او pattern
عامل زي ما يكون لو حد فيكم اتفرج على اي مسلسل زي مسلسلات قديمة، زي كان في مسلسل طبعا انتوا ما شاء الله كلكم يعني جينيورز غالبا ومش تعرفوا الحاجات اللي هقولها دي، بس انا كان في زمان مسلسل اسمه الوسية، كان بيجيبوا فلاحين ويجلدوهم كده، مشهد جلد وبعدين مشهد بعديه خطوط كده مالية الظهر، جميلة قوي. بلاش كده، زمان افلام نادية الجندي هتلاقي لازم يا اما كانوا بيجلدوها يا بيحرقوها، هتلاقوا المشهد ده موجود في الافلام القديمة اللطيفة دي. شكل ما يكون ده ويبينج لايك، زي ما يكون حد تم جلده اين كروس كريس كروس باتر. طب خلينا نشوف زي كده خطوط لينير اريثيما، ما هياش موجودة في ديستريبيوشن جنرالايز، غالبا بتاخد منطقة الترانك، يمكن كمان تاخد باترن دياجونال او كريس كروس، زي ما يكون هنا باينه قوي الفلاجيلا. عارفين الفلاجيلا؟ فاكرين زمان ما كنا بنذاكر في البارة الفلاجيلا، او زي ما يكون فعلا ده حد ضربه كده بشوية كرابيج كده موجودة على الباك. هل المنظر ده بيحصل بس في الدرماتوميوسايتس؟ وده السؤال اللي ممكن بيجي في الام سي كيو، هل الفلاجيليت اريثيما دي بس بلاقيها مع الدرماتوميوسايتس؟ حقيقة في الدرماتوميوسايتس هي مش من الكومن مانيفستيشنز، لكن it can happen. طيب غير كده ممكن تحصل في ايه؟ اشهر من الدرماتوميوسايتس انها تكون سايد افكت لدراج زي البليومايس، وده اشهر دواء ممكن يحصل منه كسايد افكت فلاجيليت اريثيما. نمبر 1. نمبر 2، في نوع من المشرومز الناس بقى اللي غاوية تجرب أكلات غريبة وحاجات من التشاينيز والجابانيز ريسيبيز، أو بتروح ريستورانت بتجرب، أو بتسافر مكان وبتجرب أكلات جديدة. المشروم ده مشهور جدا إنه يعمل لنا نفس الباترن شايتاكي، إذا كنت بنطقها صح مش عارفة صراحة، بس يعني شايتاكي مشروم درماتيتس أو فلاجيليت اريثيما، مشهور جدا النوع ده من المشروم اللي بياكل منه كميات كبيرة، وكمان لو كان مش مطبوخ كويس أو رو بيظهر عليهم، ومعروفة جدا خاصة في الأماكن الأسيوية. دول أكتر سببين مشهورين to induce flagellate erythema، وهنضيف عليهم طبعا الدرماتوميوسايتس، لكن مش من الكومن ساينز. برضو ساعات تسألوا على الهوليستر ساين، الهوليستر ساين اريثيما الدرماتوميوسايتس فيها ماكيولار اريثيما في اماكن مختلفه في البادي، شفنا عند الفي نيك اريا، شفنا عند الابر شولدر، او شفنا اكيد في الفيس والناك، وباقي عندنا ان احنا ندخل بقى على اللور اكستريميتيز عند اللاترال اسبيكت اوف ذا ثايز. اريثيما في المكان ده بنسميها هوليستر ساين، من الحاجات اللي ممكن نشوفها في الدرماتوميوسايت، عشان كده دي مش حاجه كومن ومش من حقيقي من الدايجنوستيك مانيفستيشنز، لكن ممكن تلاقيها. ايه تاني ممكن يحصل في السكين؟ كل دي سكين تشينجز. في بقى حاجه غريبه خالص فيري رير مش هتشوفوها لكن مهم تعرفوها، حاجه اسمها وونج تايب أو وونج تايب درماتوميوسايتس. هونج بونج اسم كده عجيب خالص، ده مش كده، ده هي النوع ده أساسا على بعضه غريب، احنا يمكن ما شفناهوش ومش هنشوفه، يمكن لأنه موجود أكتر في آسيا. النوع ده شبه البيترياسيس روبرا بايلاريس، شبه البي آر بي، يعني درماتوميوسايتس كل اللي أنا عمالة أحكيه وأقوله ده اكيد اكيد مختلف تماما عن شكل البي ار بي او البترياسيس روبرا بايلاريس. يا سلام، تخيل ان ممكن تيجي نوع من الدرماتوميوسايتس كلينيكالي كده، ما تشوفه اول حاجه هتيجي في دماغك انها بي ار بي ويطلع في الاخر درماتوميوسايتس، يمكن كلينيكالي هيبقى صعب جدا التفرقه. الحاجه اللي هتميز هو الهيست باثولوجي، ان في البي ار بي مش متوقع ان انا الاقي انترفيس درماتيتس
على سبيل المثال شوفوا قد ايه شكلها قريب من البي ار بي، ادي اللونج تايم اوف درماتومايوسايتس، عباره عن فوليكولار ايريثيماتوس سكيلي بابيولز بتاعت البي ار بي. هل الشكل ده اقدر اقول عليه لو انا ما قلتلكمش على موضوع اللونج تايم ان دي درماتومايوسايتس؟ اكيد لا، واكيد مش هقدر اشخصها بس بالكلينيكال، لازم ان انا اعمل بقيه الانفستيجيشنز، وعلى الاقل الهيستوباثولوجي كان سجست. فده نوع مميز جدا ممكن يكون وضع في وضع الاسئله زي الام سي كيو يكون سؤال، لانه فعلا نوع غريب و يعني ما اعتقدش ان احنا هنشوفه. ايه تاني في السكين ممكن يحصل؟ اتفقنا ان في كالسينوزس ممكن نلاقيه، لكن ده اكتر مع اللونج ستاندينج كيسز و مع سيرتن انتي بوديز، وهنتكلم عن ده بالتفصيل في الجزء الخاص بالانفستيجيشنز. اخر حاجه ممكن تحصل بانيكولايتس، وكل تقريبا الكونكتيف تيشو ممكن يحصل معاهم بانيكولايتس. نفتكر تاني كده الكوتينيوس مانيفيستيشنز اللي لقيناها في الدرماتومايوسايتس، كان عندي فيه حاجات تيبيكال او حاجات كومن زي الهيليوتروب ساين والايليد ايديما، متنساش الجوترون بابيولز والجوترون ساين كده احنا في الهاند مينلي، الفوتو ديستريبيوتد بويكيلوديرما، فيشال ايريثيما، الفيناك ساين، شاول ساين، سكالب ممكن يحصل فيه سكينس، واحيانا لو كمان اريثيما ولونج ستاندنج تتحول الى بويكيلوديرما. في الوبيشيا لكنها نون سكارينج نون سيكاتريشال، ما احناش قلقانين. النيل هلاقي ايه في النيل؟ في البيري انجول سكين، ما تنساش التلانجكتيجا والكيوتيكلز اللي بيحصل لها ديستروفي. في مجموعه تانية من الساين، في حاجه اسمها هوليستر ساين، والكالسينوزس اللي ممكن نلاقيه، واكتر كمان مع الجوفينايل. في uncommon cutaneous manifestations قلنا في vasculopathic ulcers ممكن تحصل، ممكن في حاجة اسمها flagellate erythema وعرفنا شكلها المميز، والother causes ممكن كمان الاقي في variant مميز جدا هو long type اللي هو PRP like، وده مش هنشوفه كتير، يمكن اكتر في اماكن معينة زي في الأماكن الأسيوية. عندي paniculitis ممكن تحصل كمان، أنا ما كلمتكمش لسه عن الفاسكيولايتس لأني هشوفها أكتر في الجوفينايل طيب، وهنعرف إيه الفرق ما بين الأدلت والجوفينايل. إحنا كده خلصنا الجزء الخاص بالcutaneous manifestations in general في حالات الدرماتوميوسايتس، وده هيكون الجزء الاول. الجزء الثاني هنبدا نشوف الكاركترستيك ماسل افكشن، وازاي انا حتى لو دكتور امراض جلديه اقدر اقيم في العياده بتاعتي المايوباثي الموجوده عند البيشنت، وايه الانفستيجيشنز اللي اقدر اطلبها تو كونفيرم ماي كلينيكال دايجنوستس. ده هيكون ان شاء الله في الجزء الثاني من المحاضره.